هاي طبعا انا 18 كيلو عن البحر الميت. نحن الان عزيزي المشاهد في هذه النقطه نحن بالضبط في مستوى سطح البحر. هذه هنا العلامه تدل على انه نحن في مستوى سطح البحر، وبعد ذلك سوف نقوم بالنزول الى اخفض منطقه الا وهي منطقه البحر الميت. هذه العلامه التي هنا تدل نحن الان في مستوى سطح البحر، ونحن الان في طريقنا الى البحر الميت. نحن الآن عزيزي المشاهد الكريم في مكان في طريقنا إلى البحر الميت، وهنا تحديدا في هذه النقطة يستطيع المشاهد الكريم يستطيع أن يشاهد الطرف الآخر، أي ما بعد البحر، ألا وهي فلسطين أريحة. تلك المنطقة التي تشاهدها عزيزي المشاهد في الأفق هي أريحة، فلسطين. السلام عليكم عزيزي المشاهد، هذه المنطقة اللي ما بعد التي أمامكم هناك هي أريحة، فلسطين، وهذا هو البحر الميت. والآن أقف في نقطة التي تعتبر هي النقطة بين الأردن وفلسطين، هو البحر الميت. النقطة التي أمامكم هناك هي أريحة، فلسطين. وهذا هو البحر الميت. عزيزي المشاهد، بعد أن ننتهي من هذه الرحلة سوف نقوم بزيارة لإحدى المقامات المعروفة، ألا وهو نبي الله شعيب ونبي الله يوشع بن نون عليهما السلام. السلام عليكم عزيزي المشاهد الكريم، نحن الآن في طريقنا إلى الدخول إلى مكان أو قبر نبي الله شعيب، الذي في روايات أنه في الأردن، وهناك أيضا روايات يقال بأنه في مكة المكرمة، وأيضا هناك روايات تقول أنه في فلسطين، وهناك روايات تقول أنه في اليمن، وأيضا هناك روايات تقول أنه في العراق. ورغم اختلاف الأماكن إلا أنه شيء جميل أنه هناك فرصة لزيارة إحدى تلك الأماكن، ونحن الآن في الأردن. هذا هو المقام والمسجد الذي بني عليه قبر نبي الله شعيب عليه السلام، وهناك كما ذكرت في فلسطين وفي مكة المكرمة وفي العراق وفي أيضا في الأردن في اليمن، هناك أماكن أيضا ذكرت. والشيء الجميل أنه إذا كان للشخص وقت أن يذهب إلى هذه المقامات الشريفة وإن كان اختلاف فيها، فشيء جميل أن نلقي نظرة على هذا المكان. وبعد الانتهاء إن شاء الله من هذه الثواني الجميلة في هذا المكان الجميل، سوف نذهب إلى مقبرة النبي الله يوشع بن نون. نحن الآن عزيزي المشاهد سوف نقوم بالدخول إلى مكان أو مقام نبي الله يوشع بن نون عليه السلام. في القرآن ذكر بكلمة واحدة في سورة نقرأها كل جمعة. سورة إيش نقرأها كل جمعة؟ الكهف. لماذا ذكر؟ ليس باسمه ولكن بكلمة أخرى. بماذا؟
ذكر بكلمة فتى. قال تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبة. هذا فتى موسى. لما يقول فتى موسى شو يعني؟ خادم موسى. طب بماذا خدم موسى؟ حمل له الغذاء. شو نوع الغذاء؟ الحوت، السمكة. طب وين كان رايح موسى؟ يتعلم من سيدنا الخضر عليه السلام. بعد موت موسى، إذا هو كان يوشع يحمل الغذاء لموسى، الغذاء الحوت. وصلوا عندما كان مجمع البحرين عند الصخرة، نسي الفتى الحوت، ثم قال له موسى: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. شو رد عليه يوشع؟ فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. ماذا فعل موسى هنا؟ رجع هو وفتاه عند المكان نسي الحوت. ليش؟ لأن نسيان الحوت علامة إن لا أبو العبد الصالح على الخضر هنا. وذلك إيش قال له موسى؟ ذلك ما كنا نبغي. فلما رجع موسى لقى سيدنا الخضر، ودار الحوار ما بين موسى والخضر. الفتى ما له علاقة بالحوار، خلق السفينة خلق الغلام بين أهلها، والحوت الله عد له الحياة فدخل البحر فاتخذ سبيله في البحر سار بقوله سبحانه. سبحان الله. بعد موت موسى استلم قيادة بني إسرائيل نبي الله يوشع، أمر فتح القدس. وصل يوشع بجيشه إلى مدينة أريحة. أريحة فلسطين حاصر أريحة 6 شهور. ليه؟ سكانها عمالقة محصرة بصور المنيع. بعد 6 شهور يوشع عمر جيش كبير، كبر الجيش هذا بصور فتح أريحة. قل الله أكبر. الله أكبر. ثم انطلق. هذا قبر رضي الله يوشع بن نون. طبعا القبر طويل، ليس لطول يوشع بن نون عليه السلام، انما حسب ما قيل والشيخ المسؤول هنا كان يقول انه لا يعلمون اين موقعه، لهذا اطالوا القبر، اي لا يعلمون اين مدفون، لهذا اطالوا القبر. وهذا عمر هذا المبنى تقريبا 700 سنة بني في أيام المماليك. عزيزي المشاهد الكريم، هذه كانت مقتطفات بسيطة ولمحات بسيطة عن مقبرة نبي الله يوشع بن نون. وأيضا هناك أقاويل أيضا بأن يوشع بن نون قبرهم موجود في فلسطين. وعلى رغم اختلاف الآراء، فأرجو أن المشاهد الكريم قد استمتع بهذه الرحلة الجميلة، وما نقلت لكم إلا بعض اللمحات البسيطة عن هذه المقامات الشريفة وأيضا عن البحر الميت. وإن شاء الله سوف أعرض عليكم الرحلة قريبا حول المنطقة الأثرية البتراء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.